ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية تنضم إلينا الصحفية أمل معمي. صباح الخير أمل. صباح الخير إسماعيل لك ولجميع المشاهدين. بداية أمل، كيف تقرؤون هجمات قوات الحكومة السورية وعناصر ما يسمى بالدفاع الوطني على الريف الشرقي لدير الزور؟ نعم إسماعيل، في الحقيقة يبدو أن الأمر متعلق بالحسابات الدولية والإقليمية هناك. أنت تعلم أن سوريا اليوم موجود فيها قوى متعددة، لكل منها يعني ما تريد. كل طرف من هذه الأطراف الموجودة تريد الحفاظ على مكتسبات والحصول أيضا على مكتسبات أخرى. منطقة دير الزور إذا ما تحدثنا عنها هي منطقة مهمة جدا، منطقة استراتيجية بالنسبة لجميع هذه الأطراف وبالخصوص أقصد إيران. أنت تعلم أنه الحكومة السورية ما كانت لتقوم بهذا الأمر والهجوم على نقاط تمركز أو نقاط وجود قوات سوريا الديمقراطية والهجوم على الأهالي في منطقة دير الزور إلا بدفع لنقل ودعم إيراني، لأن إيران اليوم تريد خلط الأوراق في سوريا. طبعا الأمر كله أنت تعلم إسماعيل، السياسة كلها مرتبطة مع بعض، حتى أنه هذا الأمر مرتبط بالرد الإيراني، يعني يأتي في إطار الرد الإيراني على إسرائيل، لأن هناك موجود الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في سوريا. إيران تريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضرب قوات سوريا الديمقراطية وضرب مشروع الإدارة الذاتية. القوى الموجودة هنا، يعني إذا ما تحدث عن إيران، روسيا، أيضا تركيا، طبعا الولايات المتحدة أيضا، ولكن هذه القوى الثلاثة التي ذكرناها هي هناك اختلافات كثيرة فيما بينها. دائما ما تتعارك على أماكن التمركز والنفوذ والمكتسبات، ولكنها جميعها دائما ما تتفق على ضرب مشروع الإدارة الذاتية، هذا المشروع الناجح الذي يبدو أنه يضرب مصالحهم في المنطقة. إذن ما يحدث في دير الزور الآن هو بدعم من الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة. الحكومة السورية قامت بهذا الأمر لنقل، أعتقد أنا أنها مرغمة على هذا الأمر. اليوم القرار بالنسبة لدمشق، القرار ليس بيدهم، يعني هناك من يتحكم في القرار بقرار دمشق، هناك إيران، هناك روسيا. أيضا روسيا كان لها دور أيضا، أنت تتذكر يعني في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن محاولات الروسية للتقارب ما بين تركيا وما بين دمشق، وهذا الأمر أيضا ربما يندرج تحت هذا السياق، لأنه ربما أيضا الحكومة السورية تريد إظهار حسن النية لإعادة ربما التقارب مع النظام التركي. طبعا حتى أن تركيا في الفترة الأخيرة ذكرت أن لديها شروط، أنه وضع دستور جديد، الانتخابات جديدة، حفظ الأمن القومي بالنسبة إلى تركيا، وهذه هي النقطة المهمة. حفظ الأمن القومي يعني ضرب منطقة الإدارة الذاتية، وربما روسيا تعمل على هذه النقطة. وكل هذه الأطراف اليوم إسماعيل يريدون زرع الفتنة في هذه المنطقة، زعزعة الأمن في هذه المنطقة. ونقطة أريد أن أشير إليها أنهم استغلوا بعض ضعيفي الضمائر الذين يعني تماشوا مع هذه الرغبات في زعزعة الأمن، وأقصد إبراهيم الهفل الذي كان يتحدث أنه معارض للحكومة السورية وأنه لا يعني يعمل مع العشائر العربية في ما يسمى بإعادة الأراضي وما إلى ذلك، وكل هذا تبين أنه ليس صحيحا، لأنه شاهدنا قبل يومين فيديو مصور لإبراهيم الهفل وهو موجود في مدينة الميادين، وأنت تعلم الميادين هي عاصمة الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا. إذن هو رجل يعمل لمصالح الميليشيات الإيرانية، يعمل لمصلحة إيران فقط، وتبين أن حتى في منطقة دير الزور لم يعد أحد يثق بهذا الشخص، وتبين أن لا يملك أي قاعدة شعبية في هذه المنطقة، لأنه فضح أمره في النهاية. نعم إسماعيل. طيب يعني أمل، يعني أفهم من كلامك بأن هناك أجندات خارجية تفرض نفسها صحيح على الحكومة السورية
في هذا التصعيد يعني الحاصل في دير الزور. ومن هذه الأجندات هو موضوع التطبيع بين أنقرة ودمشق. أنقرة لديها مصلحة في استهداف مشروع الإدارة الذاتية، وأيضا كما قلت بأن يعني الرد الإيراني على إسرائيل أيضا ربما يعني موضوع إشغال دير الإشغال في دير الزور هو للتغطية على التأخر الرد الإيراني كذلك أيضا على إسرائيل. تأخر الرد بشكل كبير، الكل ينتظر الرد الإيراني، إيران ربما لا تريد الرد أو لا تستطيع الرد، لذلك حاولت زرع الفتنة في هذه المنطقة لأمرين. الأمر الأول ذكرناه هو للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لفرض ربما ما تريد في مناطق أخرى في ملفات أخرى، وأيضا لإبعاد الرأي العام عن الرد الإيراني المنتظر، لأن الكل اليوم ينتظر كيف سيكون شكل ومدى وقوة الرد الإيراني بالنسبة لإسرائيل. ربما هي تريد لفت الانتباه، إبعاد الأنظار إلى دير الزور. بعد ذلك أعتقد أنه سيكون هناك رد خفيف جدا أو إشغال رأي العام. لن يكون صحيح، هو إشغال للرأي العام، ربما أيضا لن يكون هناك رأي لأنه تعلم أنه في يوم الخميس القادم في 15 من هذا الشهر هناك إعادة جولة من المفاوضات التي ستكون إما في القاهرة أو في الدوحة، وأعتقد أن الأمور ستهدأ في دير الزور قبل هذا الموعد لتسليط الضوء ولإتمام ربما أو إتمام هذه المفاوضات التي لن تنتهي، لأن أنت تعلم هذا طبعا حديث آخر بخصوص شروط بنيامين نتنياهو. ولكن يعني حسب المراقبين يقولون بأن إيران يعني عينها على أساس التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمل يعني هذه الهجمات وفقا لمراقبين هذه الهجمات في دير الزور يعني هدفها هو ضرب الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة. اليوم هذه العوامل إذا اجتمعت أو فرادة كانت كيف تساهم في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وعودة نشاطه في المنطقة؟ قبل تنظيم داعش إسماعيل، النقطة أريد ذكرتها أنت أنه إيران تريد أن يكون لها مكتسب في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لها كرسي في المفاوضات الجارية بخصوص إيقاف إطلاق النار في غزة. لذلك هي تناور وتحارب الولايات المتحدة على الأراضي السورية لتحصل على كرسي للتفاوض وعلى مكتسبات أخرى في بخصوص التهدئة وصفقات تبادل الأسرى ما بين إسرائيل وما بين حماس، ليكون لها أيضا شأن في هذا الأمر. ولا ننسى أن حزب الله أيضا هو موجود، وهو الكل يعلم الذراع الأقوى لإيران في المنطقة والذي يتماشى مع هذا المفهوم. أعود إلى بالنسبة إلى تنظيم داعش، عودة النشاط إلى تنظيم داعش بالتأكيد إسماعيل، وحتى قبل يومين كان هناك عملية قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، ألقت القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش. اليوم إسماعيل سابقا كنا نتحدث أنه هناك خلايا نائمة تابعة لداعش، اليوم هذه الخلايا لم تعد نائمة، هذه الخلايا اليوم هي تتحرك على الأرض خاصة في منطقة دير الزور البادية السورية. هذه الظروف التي تقوم إيران بالتعاون مع الحكومة السورية على إنعاشها والقيام بها، هذه الأمور التي تزعزع الأمن في المنطقة، هذه الهجمات التي تقوم بها أكيد أنها تصب في مصلحة داعش وبالتالي إعادة النشاط لهذا التنظيم الإرهابي. وذكرنا أنه قبل يومين ليس بالبعيد يعني في ظل هذه الهجمات الكثيرة على منطقة دير الزور وريف دير الزور تم إلقاء القبض على أيضا مسؤول عن الاغتيالات في هذا التنظيم وتفكيك خلية إرهابية. إذن كل هذه الظروف تسمح بإعادة داعش، تسمح بعودة النشاط له، وهو ما يخدم المصالح الإيرانية والتركية أيضا. طيب أمل يعني السؤال الأخير اليوم، يعني مثل هذه الهجمات كيف يؤثر على الحوار السوري والحل السياسي في سوريا؟ يعني بعض المراقبين أيضا يقولون بأن هناك يعني تعزيز لعدم الثقة بين الأطراف. صحيح، يبدو أن الحل السوري
أو الحل السياسي في سوريا أصبح بعيد المنال، خاصة في الفترة الأخيرة في ظل هذه الهجمات، في ظل الأجندات المتحكمة في القرار السوري، كل هذا لأنه دمشق الأولى بها أن كانت تلبي دعوات الإدارة الذاتية للحوار الداخلي، الحوار السوري من أن تتعاون مع إيران ومع تركيا أيضا وتحقيق أهداف هذه القوى، وروسيا أيضا من أن تحقق أهداف هذه القوى المتحكمة في سوريا التي تريد زعزعة الأمن في سوريا، تريد الانقسام في سوريا، تريد أن تحصل على أكبر قدر من المكتسبات، تريد أن تبقى سوريا ضعيفة، أن تتحكم في القرار السوري. كان الأجدى والأولى من حكومة دمشق أن تتحاور مع قوات سوريا الديمقراطية، مع الإدارة الذاتية للتوصل إلى حل، ولكن للأسف كل ما يحدث الآن وبدافع وبترتيب وتحضير من هذه القوى من إيران، من تركيا، من روسيا، كل هذه الترتيبات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن، تؤدي إلى عدم الثقة، تؤدي إلى عدم الأمان، يؤدي إلى إبعاد. ونستطيع أن نقول أن الحل السياسي لم يعد موجودا في الفترة الأخيرة. نعم. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بخصوص ما تحدثت عنه سياسيا، أنه قوات سوريا الديمقراطية ولأول مرة منذ 7 سنوات عبرت ضفة الفرات إلى الجهة الغربية، عندما سيطرت عليها، طبعا قبل 7 سنوات سيطرت عليها ميليشيات تابعة ومدعومة من إيران. ربما هذه أيضا هي، وطبعا وصلت بشكل كبير، اقتربت بشكل كبير إلى الطريق الذي يسمى طريق طهران لبنان، هذا الشريان الحيوي الذي تغذي من خلاله إيران حزب الله. الكل يعلم هذا الطريق ماذا يمر منه من أسلحة إلى حزب الله. هذه رسالة من قوات سوريا الديمقراطية لضرب المشروع الإيراني والروسي أيضا، لأن روسيا أيضا كانت تحاول كما ذكرنا التقارب ما بين سوريا وما بين تركيا. هذه الرسالة وصلت، أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية هي قادرة للوصول إلى هذه الأماكن، قادرة إلى ربما قطع هذا الطريق، والذي لطالما هددت الولايات المتحدة الأمريكية سابقا بقطعه. أعتقد أن الرسالة وصلت، أعتقد أن الأمور ستهدأ، خاصة ما قبل 15 من هذا الشهر كانت ربما ضربة إيرانية، أو يعني لنقل عمل إيراني لخلط الأوراق ولإبعاد، كما ذكرت أنت أيضا، الرأي العام عن الرد الإيراني المحتمل. هي الرسالة وصلت، أعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على ضبط الأمن والأمان في هذه المنطقة. الصحفية أمل معمي، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.